قال الشيخ حفظه الله: وهذا أيضا من فيض من إنكار الصحابة رضي الله عنهم الأمراء الولاة. فهنا فائدة، إنكار عبادة كان في غيبة معاوية ليس بحضرة معاوية، لأن إنكار له ثلاث حالات: الإنكار سرا لولي الأمر، هذه الحالة الأولى وهذه مجمع عليها. الإنكار الثاني الإنكار بحضرته أمام أصحابه ووزرائه، والحالة الثالثة هي التي فيها الضوابط، وهي الإنكار في غيبته. هذه الحالة الثالثة قال الشيخ فوزان لها ضوابط، منها ما قاله الشيخ وهو أن تؤمن الفتنة، وأن لا يعجر وأن لا يسب وأن لا تهضم حقوقه وأن لا يعني يطورون الناس عليه، وإنما يحفظون له قيمته وكرامته ومنصبه. هذه الحالة الثالثة. يجذب ما ننكر عليهم علما، يجذب كله يجذب ما ننكر عليهم علما، والنصيحة مع ولي الأمر تكون سرا. هذا أصلح للسنة والجماعة، سر. من كان في الحديث من كان عنده ولي الأمر نصيحة فليأخذ بيده ولينصحه بما بينه وبينه. الله يجزاكم خير. كذاب، كله كذاب. بارك الله فيك يا شيخ.